طب حضرتك بالنسبة للمؤذن اللي هو بيبقى فيه ساعات منبهات بيكون فيها مسجل فيها الأذان، لو أنا مثلا ده بسمعه عندي مثلا في البيت وسمع صوت الأذان المؤذن اللي في المسجد، هل أردد خلفي من الأولى إن أنا أردد خلف اللي في المسجد؟ نعم. ولا لو نعم، لكن لو رديت خلف اللي في المسجل ده أجره أقل ولا نفس الأجر؟ الأفضل اتباع المؤذن الذي في المسجد. في المسجد نعم. نعم. جزاك الله خيرا وأكثر حياك الإطالة. جزاك حياك. الله.